مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجد في مدينة تمارا عند يونس اليوسفي. من هو يونس اليوسفي؟ يونس يوتيوبر فكاهي طاقة صراحة. مشاهدينا الكرام، العلاقة ديالي بيونس أول مرة غنتلاقى به تبعته مدة طويلة في الطريقة اللي كيعالج بها مجموعة من المواضيع في إطار الهزل وفي إطار الفكاهة. انا الاول كنقول هاد الشاب ممتاز، هاد الشاب له ملكات خاصة يختلف بها عن الغير. كما كنشوف في يونس غادي يكون له دور فعال في المجال الكوميديا ان شاء الله في الايام والشهور والسنوات المقبلة، لانه طاقة. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا اول فيديو في الكوميديا مع يونس. يونس اليوسفي غادي تعود ليا يونس الحياة الخاصة. شكون هو يونس من الأول؟ عاد غنمشي معاك اللقب ديالك اللي هو زنزان. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بسي يوسف، مرحبا بالأخ اللي معنا، مرحبا بقناة مغارب نيوز في الدار ديالي. يونس اليوسفي وهو مواطن مغربي من مواليد 30/7/1983، تزاديت في العروبية، قريت في العروبية وكملت القراية ديالي في المدينة، المستوى الدراسي نيفو بكالوريا، كذلك عندي ديبلوم ديال لا شودروني اللي هي الصدور. المهم تزوج في 2010، عندي جوج ديال الوليدات، بنية إيناس الله يخليها ليا، وسمير. إيناس عندها 11 عام دابا، وسمير تبارك الله طالع في 6 سنوات. هادشي ليك دابا السيوس. غتقول لي زنزان انا كنتفرج فيك، غنجيك من الاخر، انا كتسالي معايا ديك الملكات، طريقة معالجة المواضيع ممتاز، وأتنبأ صراحة إلى بغى الله لك بمستقبل ظاهر في مجال الكوميديا والأيام بيننا. دابا بغيت السؤال الأول اللي عندي، واحد زنزان كي درتي ليا تجبتي هذيك كلمة زنزان؟ زنزان اش غادي نقول لك اخويا يوسف، زنزان جات في 2019 من بعد ما درت القناة ديالي في 2017، درت أفلام قصيرة. مهم تقاتلت باش تكبر ديك القناة ديالي، لدرجة أن كانوا عندي أصدقاء ديالي، مشينا لكازا، مشينا لشحال من بلاصة باش نصوروا أفلام. مهم ما توفقناش أننا نديروا واحد، يعني واحد الجمهور اللي يتبعنا. ففي واحد اللحظة لقيت أن الأصدقاء ديالي في حالة ملوا، تخلاو عليا كاملين، بقيت جالس بوحدي، شنو غندير شنو غندير شنو غندير. مشيت شارك ستاند أب، عندي واحد الحس كوميدي، قلت نفجر الطاقة ديالي في ستاند اب. ملي مشيت في ستاند اب العام الاول العام الثاني ما جابش الله التيسير، رجعت للدار بقيت مريح، شنو غندير شنو غندير. ديك اللحظة بالضبط من تفرقع هاد زنزان هو يخرج هاد زنزان اللي كيحاورك دابا. زنزان جا من هاد الزنزينة اللي ولينا كنعيشو، زنزان جا من هاد التفاهة اللي ولينا كنعيشو. زنزان كما تيقول الجميع هو سفير التفاهة في المغرب بامتياز. هذا هو العنوان، هذا هو العنوان ديال زنزان. مشاهدينا الكرام، هنا دوا معايا بالمعقول، دابا غنوريكم زنزان. شوفوا معايا الفيديو، تبعوا معايا. السلام عليكم، نعرف ليكم راسي، انا سميتي زنزان، موديل 83 بحال قلتي بيجو لاسيان. الحمد لله هاد الكاروسر اللي انا راكب عليه عمره ما وقف ليا اومبان، وما عمره داني لا عند تريسيان ولا عند ميكانيسيان. مي بعد النيبات كيديني الفرماسيان، سيرتو ملي كنتعصب، حيت انا الاخوه اللي زنزل ملي كنتعصب كيطلع ليا القلب الودن، وكيتكرمس ليا البنكرياس، وكتهبط ليا البصله السيسائيه عند اللفت المحفور، وكتخنق ليا بطاطا القصبيه. نسال الله السلامه خالتي رقيه. انا راه عزيز عليا الضحك قبل ما نكون انا، وقبل ما نكون انا كان هو، وهو ضمير مستتير تقديره الوالد، والوالد هو جويش الوالد اللي والداني انا. عند كيشت الوالد اللي والداني انا هي مرت الوالد اللي كان قبل ما نكون انا. اللي فهم شي حاجه الاخوه اللي زنزان الله يرحم لي الوالدين يفهمنا. انا كنعقل الا كان عندي شي عقل، نهار درت 3 شهور في كرش الوالده، وليت كنعرف الطرقان منين ندخل منين نخرج. قررت انني نهاجر كرش الوالد، لحقاش ما لقيتش الراحه النفسيه ديالي في كرش الوالده، باسكو الوالده كانوا فيها لي غاز، وانا الاخوه اللي زنزان الريحه ديال لي غاز كتخنقني انا. ايوا قولوا لي اش ندير انا، نموت انا؟ لا امبوسيبل. خليت الوالده ترقدت ونط مع جوج ونص ديال الليل، قلب على مويا، قلت نتغدى نصلي واحد جوج ركعات صلاه استخاره، ما لقيتش الماء، وجيت الكلاوي لقيت الوالده عند الحجر مسكينه في الكلاوي، زيد واحد تيمومه تيمم، صليت جوج ركعات ودرت دعاء الخروج من المنزل. اجمعت حبلي السري ودرت لي زاكسيسوار ديالي في ماشيمتي، وشديت الطريق باش نحرق الكرش الوالد. حليت الباب ديال البيت بغيت نخرج، ابار سكول الوالد كان بيت فوق النادر ديال التبن في الجرده،
اكلني حبلي السري طاحت على فمي اتهرسوا لي اسناني كيشتو حنا موديل 83 كنا كنزادو اسناننا نقولوا الله يستر اطحت ونط في الحين باش الوالده ما تسمعش الحس وتزنزين عبرت 5 متر وقطعت والدي بسناني حبلي السري وخليت 2 متر للوالده دوير زمان تميت غادي خارج مع الباب الكبير ديال الدار ودخلت للجردة ناضوا لي الكلاب بداو ينبحوا طلعت هربت طاحت ليا ماشيمتي وفيها لي زاكسيسوار ديالي خليتها وهربت قلت ندخل لكرش الوالد وندوز تما جيت لافيراي وندبر على شي ماشي فام ونوكازيو دخلت لكرش الوالد مع 3:30 عقبت خرجت منها مع 4:30 دوز ساعة في الجحيم في كرش الوالد ساعة وانا كنبري عامني نخرج كل لقيت الباب مني نخرج ما نقعدش دقيقة وحدة في كرش الوالد اوه لا ماشي ما في نرقدو لا حبل سري نعقدو مع ديك 5 متر اللي جبنا من عند الوالدة باش نتقوتو لا اكسجين والله تحشو مالك الوالد جينا عندك بغينا ندوزو واحد الشهير فاكونس نبدلو الجو شويه قتلتي لنا عام الكار والوليد وريحه نيكوتين وثاني اكسيد الكربون واه الوالد هربنا من لي غاز طحنا في النيكوتين والكربون وهادو راه ما بقاوش كراش عندكم الوالد هادو راه ولاو حي صناعي نسالوا الله السلامه واه مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا غادي نشوف معاه دابا بشكل مباشر تبعوا معايا زنزان انا دابا غناخذ معاك الوجه الثاني اللي هو زنزان اول سؤال غنسولك وانت غتجاوبني بطريقتك الخاصه روتيني اليومي زنزان كيفاش كيشوف روتيني اليومي اخويا سولتيني على روتيني اليومي حق مول انا ومن لاكاني ملي كنسمع روتيني اليومي اخويا يوسف الا كتهزني الرعده من قمامزي وكنحس بانني كنولي تيربو ديزل كنحس اخويا يوسف بان هادشي كيضرني في الخاطر ديالي وكيضرني في الحواشيش وفي الهواجيش ديالي بارسكو هاد روتيني اليومي راه عياني ودمرني وحمقني وسطاني فاتحة البسيطة كما كيقول كل شيء كيعلم بأن فاختها البسيطة اللي نات الإخوة اللي زنزان في هذه الأيامات قرعات اللي نفيدة طلاويط نسأل الله السلامة وراه هي دابا كتواجه المصير ديالها فاتحة البسيطة الإخوة اللي زنزان اللي نات بلا موجب شرع أنها تدير علينا هاد كاكا في الطواليط كون عادرت هاد كاكا هادي بلا ما تدير لها الشدة نسبة إلى كاكا اللي كان كيلعب مع البرازيل ولا كون دارت لها ليا من التحت ولات كيكا اللي هي سيدتي زنزانتي كديريها مخروقة ولا كديريها بالكريم شوكولا ولا كديريها بالكريم شونطي نسأل الله السلامة فخيتها البسيطة بغات توصل لنا الريحة اللي وصلتنا الإخوة اللي زنزان واللي بسببها باش ولينا كنعانيو في هاد اليوتيوب وفي هاد الأدسنس أنا الإخوة اللي زنزان خويا يوسف حق مول أنا وملاقانا إلا اليوتيوب ديالي برئاسة سي الأدسنس بعد ما كان الدولار فيه خضر ولا صفار وبعد النيفات كيحمر وكيكحال وكيدقطع عليه لاتر نسأل الله السلامة بسبب هاد المصيبة اللي دارت لنا الأخت فخيتها البسيطة الزوج ديالها هذاك لا يمثل زوج هذاك كنقول ليه من هذا المنبر سي محمد خاصك ترجل لان سالنا في عده حوارات ديالنا من دوك الرياكشنات المزنزدين وقلنا ليه سي محمد امتى غتكون راجل فكان الجواب ديالو انه غادي يكون راجل ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار الاربعاء مع العصر وجا نهار الاربعاء مع العصر وكاع ما بغى يترجل اذا فهو تا هو كيواجه المصير ديالو كنتمناو هذا الشيء يكون يعني واحد 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 الدرس بالنسبه لهاد الناس اللي كيتجر بالكلام الفاسد وبإخلال الحياء العام بالفيديوهات ديالهم وبالكلام ديالهم واش غنقول لك اخويا يوسف انا راه كيضرني في خاطري بزاف هما الوليدات اللي خلوهم دابا ما هما راه كيواجهوا المصير ديالهم داكشي اللي قدر عليهم الله راه غادي يواجهوا ولكن الوليدات اللي هما اللي كيبقاو فيا بزاف صراحه الله زنزان كيشوف المازوط وليسانس والزيت غلات وكل شيء اش بان لك انا كنقول لك اخويا يوسف من هذا المنبر بالنسبه لهذا الشيء ديال المازوط والزيت ولا وبالنسبه لهذا الشيء ديال ليسانس المازوط والزيت وليسانس في النظريه ديالي انه يوقفوا الناس السيارات ديالهم ويرجعوا للعهد القديم ويجيبوا الكراول ويجيبوا الحمير حاشاكم شرف الله قدركم ويجيبوا البغال ويرجعوا للتراث القديم ويركبوا على الكراول لعل وعسى داك المازوط عندهم ديالهم تما يبقى يختر شويه ويحاولوا انهم ينقصوا فيه اما بالنسبه للزيت عندي واحد الفكره الا بغاو يديروها معنا تقدر تكون مزيانه بحال مثلا يحيدوا لنا الزيت ديال نوار الشمس لان نوار الشمس ما كايناش ويعطيونا الزيت ديال زريعه الكيف اباوي بارسكو الزيت ديال زريعه الكيف على الاقل بعدا غادي نزيتو به المرقه ديالنا وغادي ناكلو نعم سيدي ديك المريقه ديالنا وغادي نتفوقوا نكتسبوا السعاده والطاقه الايجابيه ونساو ديك الزياده في المازوط وفي ليسانس فما بالك سيدتي تبداي ديري زويته ديال الزيت ديال زريعه الكيف وطلعي الجميله ولا الكوكوت ديالك ويبان لك خيزو معانك مع بطاطا داكشي في امان الله وتم جاي دخل المعده والمعده فرحانه وكل شيء تفوق وينسى هادشي ديال غلاء اسعار
شكون هو زنزان؟ اسمح لي يا خويا يوسف، راه كنبغي نشرب شويه ديال الماء باسكو راني كنسخن. ملي كنسخن اخويا يوسف الرادياتور عندي كتخوى، و الا خوات لي الرادياتور وما شربتش الماء راه غيتحرق لي جوان كيلاس. مرحبا، السؤال ديالك زنزان شكون هو زنزان؟ زنزان 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 ترين بلفرين. زنزان هو واحد الكوميدي اتى من بعيد بدون يعني تأطير وبدون دراسة عن الكوميديا. داكشي عشوائي، داكشي خديناه من عند الأب ديالنا، لأن الأب ديالي هو كان واحد الإنسان اللي هو ضحوكي في العائلة في الأسرة الصغيرة. زنزان جاء نتيجة تراكمات ديال المشاكل وديال الضغوطات على الشعب المغربي وعلى النساء المغربيات الحرات وعلى بزاف ديال الشباب اللي بسبب هاد الضغط وبسبب هاد الستريس ديال غلاء الاسعار وما الى غير ذلك من هاد الشيء ديال التفاهه والخنق اللي ولينا كنعيشوا، خرج هاد زنزان باش يزنزل الوقت وباش لا وعسى يفوج على هاد الناس. والحمد لله عندي واحد البيبليك ديالي اللي كيتبعني وكيحترمني، وانت راك ادرى بهاد الشيء سي يوسف. انا كنتمنى لك التوفيق في المسار ديالك، انت نجم صاعد، الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذه مقتطفات او لقطات بسيطه دوزنا مع يونس لموسوعة صراحة في المجال الفكاهي. شيء جميل أنه يختار طريقة ديالو لكي يواكبها مع أحداث اللي كتوقع، وكيعطيه نوع من التحليل اللي شيئا ما فيه تعبير مجازي ولكن فيه نوع من الفكاهة والبساطة بواحد الطريقة اللي كتعجب الناس بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، يونس عنده قناة اللي هي يونس برو، كنوجه نداء المغاربة أن ندعموها الطاقة صراحة، وفي الأيام أو الشهور أو السنوات إلى بغى الله المقبلة غادي يصنع القرار ديالو وغادي نشوفوه في قنوات مستوى عالي. بطبيعة الحال يونس طاقة، دورنا نشجعوه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.